خطة انطلاق جديدة في الدولة المصرية، ومنها إن شاء الله بنبدأ مرحلة جديدة للمستقبل. والعاصفة فكان لابد من يكون المؤتمر الوطني منطلق من العاصمة الإدارية ليوضح ليجذب أنظار الدولة المصرية للعاصمة ومدى أهميتها ومدى أهمية خاصة المشروعات القومية. المؤتمر ده بيجمع أطراف جديدة كثيرة، يعني بحيث إنه يكون نقطة تلاقي كمان لمجموعة كبيرة من شباب الدولة المصرية من مختلف التوجهات ومختلف الكيانات. كذلك بيجمع مع الشعب الأفريقي ما بين البرنامج الرئاسي للشباب الأفريقي، بحيث إنه يبقى تكامل للقارة الأفريقية، وبينتج منه إن إحنا كشباب نقدر إن شاء الله نتوج بعض الأفكار بتاعتنا الخاصة بتطوير العمل في المرحلة المقبلة. احنا يمكن في شكل تنوع بشكل كبير جدا في المؤتمرات، يعني الحقيقه النهارده انا لو بشارك النهارده في محتوى جلسه، المؤتمر اللي بعديه انا بشارك فيه لوجستيات، بشارك فيه استخراج التصاريح واستقبال الساده الضيوف. يعني الحقيقه في تنوع، كلنا بنشتغل كل حاجه. عندنا برنامج اصلاح اقتصادي، من اهم الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها ان احنا في جلسه مهمه جدا خاصه بحياه كريمه، جلسه اللي ان شاء الله هتتناول المجهود اللي سيادة الرئيس أشار ليه في بداية المطلع العام الميلادي الجديد، إن هو إدى إشارة البدء بتعاون كل الجهات التنفيذية والجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، وفتح طبعاً باب التطوع ومشاركة الشباب في توحيد الجهود لتوفير حياة كريمة لأهلنا في القرى الأكثر فقراً على مستوى الدولة المصرية.